الرحمن الرحيم وحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا من الجميع. ثاني أيام رمضان في الهند، تحديدا في كيرلا في مصحة ماي لايف فرع ميديا سيتي. وصراحة أجواء رمضانية جميلة، واللهم لك الحمد، مبسوطين ومستانسين. نحدثكم عبادي المهلك، أنا جاي من مهد الذهب. صراحة سمعت عن المصحات والمصحات، وجينا نشوف ماي لايف، والله لك الحمد شفنا ماي لايف هي الأطيب بالنسبة لحالة أحمد أخوي. طبعا حالة أحمد أخوي نقص أكسجين للأولاد، حالة تعتبر صعبة ولكن ربي سهلها إن شاء الله. وأنا الآن اللي توقع تقريبا شهرين لنا ما شفنا عندنا أشياء خفيفة زي الليونة، ولكن حاجة جميلة في شهرين في ليونة اليدين وطرف اليدين وطرف الأقدام، الله يكرمكم. أيضا الظهر أسفل الله حاجة طيبة، وأسأل الله الشفاء للجميع. يا رب يا كريم الله يشفينا ويشفيكم ويشفي مرضى المسلمين أجمعين يا رب يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.